التكلفه الفعليه لفدان القصب قد ايه يا حاج حسين؟ التكلفه اللي احنا بنقول متوسط التكلفه يعني حوالي 22000 جنيه. لما نتكلم دلوقتي الفدان بيجيب من 40 ل 50 طن، يعني كده الفلاح هيبقى فيه مكسب من 7 ل 10000 جنيه. ربحه كويس برضه في الظروف اللي بتمر بها البلاد دلوقتي، وعشان ما نثقلش على المواطنين عشان سعر الكيلو السكر ما يزيدش، عشان سعر السكر طبعا. فاحنا طبعا في معادله لازم الناس تبقى واخده بالها منها، لان الفلاحين مش كلهم بيزرعوا قصب، ومعظم الفلاحين بيشتروا السكر. فاحنا هنزود من هنا برضه، مش هنزود على اخواننا الفلاحين وعلى المواطنين من الناحيه الثانيه. وبقول لل اصحاب مصانع قصب السكر على السعر الحالي دلوقتي، كيلو السكر يعتبر وقع عليهم ب 6 جنيه. الطن بيعمل 120 كيلو سكر، فلما نقول الطن بيعمل 120 كيلو سكر في 720 جنيه، يعني الكيلو ب 6 جنيه، الكيلو دلوقتي بيتباع في السوق باغلى من كده بكتير، فمفيش مجال للكلام. هل ده السعر اللي انتوا كنتوا طالبينه؟ يعني الحكومه كانت قايله في الاول 620، هل ده انتوا كنتوا طالبين كام؟ 620 ده كان السنه اللي فاتت. احنا طبعا احنا كنا طالبين 1000 جنيه السعر، لان احنا بنعمل ان القصب ده سلعه اساسيه، وعايزين دعم كبير من الدوله للقصب عشان الناس تشجع تزرع قصب عشان المكسب، بس على اساس ان دي سلعه ما ينفعش ان احنا نفرط فيها، فعايزين نشجع الفلاحين تزرعها، ما يزرعوش زراعات اخرى. فكنا طبعا مزودين السعر شويه بحيث ان الفلاح يزرع قصب، حتى اللي متزرع يزرع. طبعا ده مهم، لانه بدل ما بنستورده يعني على الاقل يبقى موجود، يعني السكر يبقى موجود صناعه محليه، لان احنا عندنا فجوه في 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 الصناعه المحليه. سمعت النهارده وزير التموين بيقول ان احنا بنستورد حوالي 900000 كيلو سكر من بره، فاحنا مش عايزين، احنا عايزين نوصل للاكتفاء الذاتي، يعني حوالي مليون طن بنستوردهم. فاحنا دلوقتي ده رقم كبير. السيد الرئيس طبعا في الفلاحين في قلبه وعقله، والزراعه المصريه في قلبه وعقله، فاحنا طبعا بنعمل ان حتى الفتره الرئاسيه ان شاء الله يبقى هو رئيس مصر القادم، والزراعه تنهض في عهده. نعم. والقصب المصري يعني يبقى حاجه كويسه، ونعمل اكتفاء ذاتي حتى من السكر في وجود القصب والبنجر ان شاء الله. بشكرك حاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين.